وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد أي عظم غضب الله، فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل بما يليق به. ويستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله، استفاد منه أن غضب الله عز وجل متفاوت، ليس في درجة واحدة، فكلما عظم ذنب المخلوق كلما كان الغضب أشد. وجه ذلك من دليلين: الدليل الأول قوله اشتد غضب الله ولم يقل غضب الله. الوجه الثاني أنه مر معنا في حديث الشفاعة، ومر معنا باب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فمن بين جمل حديث الشفاعة أن الأنبياء يقولون إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، فدل على أنه جل وعلا يغضب دون هذا الغضب.